وقيمة وتسعيرة هجن الرياسة متواجدة أيضا التسعيرة الثامنة في هذا الموسم الداعمة لهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد. تسعيرة هجن الرياسة متواجدة في كل مكان وفي كل زمان. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على المقدمة. أرى اللي في المركز الأول شباب على المركز الأول السيد هادف بن حمد بن عبصان المنصوري على مقدمة هذا الشوط باحث عن المركز الأول، لكن ينخطف في هذه اللحظات المركز الأول. نشوف اللي في المركز الأول هنا قرور للسيد فهيد بن محمد بن بيشان العجمي، لكن ينخطف لف أخ تخطف المركز الأول للسيد حمد بن محمد بن كردوس العامري. التغييرات مستمرة على هذا الشوط في هذه اللحظات. المركز الثاني نشوف هنا الطيارة للسيد سعيد بن سليم بن علي العامري على المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن بيشان على المركز الثالث. غرور للسيد فهد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي ناخذ اللي في المركز الرابع. المركز الرابع هنا اللي على المركز الفارع وصلت على المركز الرابع للسيد محمد بن سعيد بن محمد بالشيلة العامري. وفي المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات شبه للسيد هادي بن حمد بن عبصان المنصوري. وفي المركز السادس مواعيد يا سلام للسيد مبارك بن سهيل الاجتبي لمواعيد واعد جماهيره ومحبينها بقيادة بناي محمد بن سلطان المالكي. يقود مواعيد الى المركز الرابع في هذه اللحظات. نرجع الى المقدمة، نرجع الى مقدمة هذا الشوط. ولا زالت اللي على المركز الاول دمعه على المركز الاول للسيد محمد بن حمد بن كردوس العامري. يا سلام يا بن كردوس على أداء دمعة على مقدمة هذا الشوط في هذا المهرجان. المهرجان غير والدعم غير. ها يا دمعة على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن حمد بن كردوس العامري. بن بيشان قادم فهيد بن محمد بن بيشان العجمي على المركز الثاني مع غرور. غرور عندها غرور، عينها على المركز الأول، عينها على السلامات. بدأت تتسلل إلى المركز الثاني، المركز الثالث في هذه اللحظات. أرى شعار هادف بن حمد بن عفصان المنصوري تغير إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نشوف اللي على المركز الثاني زعفرانة للسيد عيد بن خميس بن عامر العمري، لكن من الجانب الثالث. الجانب الثاني العنود للسيد مبارك بن حمد بن علي بن نظيم الوهيبي قادم من السلطنة. يا السلام يا العنود تغير تنتقل إلى المركز الأول في هذه اللحظات. يا السلام يا بن نظيم، يا السلام يا حمود يا بن نظيم الوهيبي مع العنود للسيد مبارك بن حمد بن علي ألي ديلي على المقدمة. يا السلام. المركز الثاني شعار هادف بن حمد بن عبصان المنصوري. المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث من الجانب الثاني. ويا السلام واختلط الحابل بالنابل. يا السلام المعركة شديدة. 800 متر الأخيرة يا بن نظيم تفصل العنود عن المركز الأول، لكن هادف قادم. هادف بن حمد بن عبصان المنصوري ومن الجانب الثاني. الجانب الثاني منك يا السلام. تعمل رقم 44 على المركز رعبوبة للسيد عبد الرحمن بن صحيم بن صالح المري. يا
رعبوبة، رعبوبة تغير إلى مقدمة هذا الشوط. العبد الهادي بن صحيم بن صالح المري، المركز الثاني طليعة، طليعة للسيد خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث اللي على المركز غاية على المركز الثالث للسيد نايف بن راشد النايلي الشامسي. لكن خلاص نشوف اللي على مقدمة هذا الشوط في هذا رعبوبة، رعبوبة للسيد عبد الرحمن بن صحيم بن صالح المري. سلام سلام عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية، مساء الخير، مساء الخير من مهرجان بو خالد إلى أهل المملكة مع رعبوبة عبد الرحمن بن صحيب بن صالح المري. تهانينا والناموس المركز الثاني الهادي بن حمد بن عصان المنصوري، المركز الثالث شعار بالنظيمة مع العنود للسيد، المركز الرابع الذي وصلت في المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت غاية للسيد نايل بن راشد بن نايل الشامسي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس روعة العلي بن سعيد بن حبيب بن علي الهاشمي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول رعبوبة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الأربعة كيلومتر في زمن وقدر 5 دقائق 50 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك رعبوبة عبد الرحمن بن صحيم بن صالح المري. سلام يا أهل المملكة سلام. والذي وصلت في المركز الثاني شباب على المركز الثاني 5 دقائق 54 ثانية بالتمام. تهانينا الهادي بن حمد بن عفصان المنصوري. والذي وصلت بالمركز الثالث العنود قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وقدر 5 دقائق 54 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن حمد بن علي بن نظيم هلي ديلي. والذي وصلت في المركز الرابع الذي على المركز الرابع غاية على المركز الرابع 5 دقائق 45 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك غاية نايل بن راشد.